خالد متى تطلع؟ ان شاء الله هاليومين يا ابو محمد تطلع نتيجة الثانوي. الله يا الدنيا يا الثانوي. هي الاول يعدون اسامي الناجحين في الرادو من الفرحة. الله يعيننا عليهم بخير. اي والله امين امين يا رب العالمين. بس والله اني خايف ان خالد ما يقبلونه في الجامعة. لا ان شاء الله. وش هالكلام اللي قاعد تقوله؟ بسم الله على اولادي، ان شاء الله خالد من متفوقين. انا ادري انه من متفوقين، بس هاد وش نسوي؟ لا والطامة الكبرى، هالولد هالكبير اللي يمشي على زنده التيس، يتزوج وعيال ولها الحين ما لقينا له وظيفة. الله يكفينا شرهم ويعطينا خيرهم. آمين. آمين آمين يا رب. صباح الخير يا ابو. هلا صبح بالنور، صيفت علينا يا ابو. وينك؟ ما نمت الا متاخر يا ابو، عندي واحد من البزران حرارته مرتفعه وما نومنا طول الليل، والثاني يصيح ونسوي له حليب. خلها على الله. اي جبت شهاداتك؟ كل شيء جاهز. بسم الله، يلا خلنا نمشي. يبا خلت قهوة. ما في وقت وانا ابوك، لا تطير الطيور برزاقها. يلا الله يهديك، خلي ولادي يتقهوى يا ابن الحلال، على طول انت طاير طاير. الله يهديك. بس نبي ندور للشغل. صبحك الله بالخير يبا. هلا، صبحها بالنور. وش اللي مصحيت بدري؟ مو اليوم موعدنا يبا؟ تكفى واللي يعافيك يوبا، خلنا نروح لرفيقك يمكن يقدر يسوي لنا شيء. نشيت وانا بوت، لا احتين على خير. هالحين بروح مع محمد وبعدين ان شاء الله. كل شيء بعدين بعدين يوبا. بعدين وانا بوت، العيال اهم، بعدين لا احتين. يلا همش وانا ابوك. مشينا ان شاء الله. مش ان شاء الله يا محمد. يا وليد سام، رتبوا الغداء. ابشر ابشر والله ان شاء الله. ها في امان الله. هلا بس تعالوا بشرونا ان شاء الله بالخير. ان شاء الله. مثلك عارف الولد كبر وزوجناه وإلى هالحين ما لقى له وظيفة. أنا طالع هلا حتي ما بعد قضيت. سمي يبا،
ومثل ما قلت يا طويل العمر، الرجال عندي سلتوح في البيت يتدحوش، لا شغل ولا مشغلة. أقول طالب هلا حتي ما بعد خلصت سب. وعندي في هالبيت ما هنا حد، في هالبيت رايح جاي، ما خليت أحد من معارفي، ما خليت أحد من أقاربي إلا توسط فيه، جدعت وجهي عند كل خلق الله. صدق هلا حتي ما بعد خلص، لا أصكك على جبهك. شبالك إن شاء الله إن شاء الله. رحنا الغير وغير وجبنا وريقات وجبنا مواصلات، ما له فايدة. تقدر تحاسب من أبوك عليه. شكرا يا أبو الله يسلمك. الله يحييك يا أهلا. طال عمرك، أنا ما أشترط أي وظيفة تناسب تخصصي، ولا أشترط أن أكون بالرياض. إن شاء الله تحطوني بشرورة زي بنت خالتي اللي عينوها مدرسة هناك، بس أتوظف. الله يخليك. عموما خلي ملفك عندنا وإن شاء الله ما يصير لك كل خير. هو تخصصك كيمياء، لا بارك الله في ذا الكيمياء، وانت ما لقيت الا الكيمياء. يبا المشكله مو مشكله تخصص يا رجال. بلا مشكله، خل الرجال يحاتي. سم عموما خل ملفك عندنا ولا يصير الا الخير ان شاء الله. المشكله ما هي في ولدك الحاله يا ابو محمد، الكثير من الشباب الان يعانون في البحث عن وظيفه. هذا ما عاد هو بشاب، ناظر وجهه ناظر. كم عمرك يا ولدي؟ كم عمرك؟ احب احتفظ فيه نفسي يبا. يا رجال اخلص وعطنا عمرك حتى بعدين. يلا سم يبا، 35 وداخل في 36. ها شفت، لو انه لاقي له وظيفه من يوم تخرج كان تلقاه الحين مدير عام او وزير. على العموم خل ملفه عندنا وما يصير للخير ان شاء الله. شوي شوي وانا ابوك ان شاء الله يبا، بس عشان العضلات. عضلات ذي كوابيز ما هي بيدين. ارفق شوي مبروك. مبروك ان شاء الله. الله يسلمك وابشرك. جيد جدا مع مرتبة الشرف ان شاء الله. اي والله ما شاء الله. الله اقول ناصر مبروك اخوي. الله يبارك فيك، والحقيقه هذا كله بجهود الوالد، ما قصر يعني، دائما يقف معنا وكل ما شافنا يقول ذاكر يا بابا ذاكر يا بابا. تقديرك ناصر. سم قابلني اذا توظفت. اقول خليك في شغلك. كيف؟ اقول خليك في شغلك. شو؟ وخلي الكيمياء حقتك ذي تنفعك. وش جاب يبقى كيمياء الا هندسه كهربائيه؟ انا اقدر التخصص صعب. ما سمعت الشاعر شو يقول؟ يا مدور الهين ترى الكايد احلى. يقول لي خل الرجال كمل وانا ابوك. خذ نفس يا ولد. لا ترصني. خذ نفس. إيه. فرحنا به يوم إنه تخرج وهو ضعيف استخف، بدأ يدور في ذا البيت. يا باش مهندس، أنا المهندس ما صدق إنه بيصير مهندس. وأقول لك هو يبدأ يناديني يا أبو المهندس، رد أبو المهندس، واستأنس لأن اسمي زين أبو المهندس. يوم تبقشت الأمور طال عمرك ويبدون يسحبون فيها الضعيف من دائرة إلى دائرة ومن وزارة إلى وزارة، وكل واحد منهم يقول خل ملفك عندنا ونتصل عليك. إيه؟ قلت لي يا مهندس ناصر وش تخصصك؟ تخصص إلكتريك إنجينيرينج كابيتال لتر. أوه هندسة كهربائية. لا على كذا خل ملفك عندنا وإن شاء الله نتصل عليك. قم 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 من أبوك. يلا يلا أنت تعرف هذا الولد ناصر، ومن كثر قعدته في البيت يعني طاح في التتن في المخزي، وأنا خاف إذا طولت هالقعدة يطيح في شيء أكبر. وتعرف هذول عيالنا وأنتم حريصين على مستقبل عيالنا ويعني. قلت لي اندفعت كم يا ناصر؟ الحقيقة طال عمرك أنا دفعة 98 إلكتريك إنجينيرينج. بالضبط 98 محققة. إيه ما يصير إلا خير إن شاء الله. وشلون؟ خلي لي ملفة. إيه ما يصير إلا خير إن شاء الله. خلي الملف عندك. إيه بإذن الله. يعني ما في تعيين هالحين مرتب واحدة؟ لا إن شاء الله، أول ما يصير شيء بيصير خير إن شاء الله. نتصل عليكم. شمس.
كم قام تعصب كم يلا يبا وانا ابوك همز همز معلش يبا ماني فاضي لا اطبخ مع المدام وش ما تطبخ مع المدام خلي المدام تطبخ الحالة وخلك قوي شخصيه مثل ابوك ها ها عاد وش تقول سمي مهما قلت شيء اقول يا حليل امك يبا الله يسلم الدجاج في الفرن ومسوين مصقعه راحت امك اي راحت انت مدام مسوي مصقعه راح شكرا يلا شكرا الله بسم الله هاي يبا هلا بشر ايش سويت في موضوعي نسيت يبا واللي يعافيك ما بقى وقت على القبول كم تقديرت وانا بوت 85% اي رخاء الحمد لله ما يصير الا الخير ان شاء الله بس تكفى يبا لا تنسى لا ان شاء الله ماني بناسي ابشر بالخير قولوا لي مبروك قولوا لي مبروك يبا بارك لي بارك لي نجحت بتقدير 92 علمي علمي وش قررت اكيد اكيد طب أمنيتي طب طب يبا الأيام مو عادية فيلزمها شامبو غير عادي جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية يقضي على الجراثيم ومثبت علميا أنه يخلي شعرك 100% بدون قشرة ويحافظ على ترطيبه مع جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية ريح راسك ترهنوني أني راح أحافظ على بروتي حتى في الدورة Always cool and dry للأسف الطب 95% يا طويل العمر الولد جايب 92% وبعدين ولدي مجتهد وعبقري وشان 95% للأسف هذه النسبة المطلوبة بعدين الجامعة فل فل حجزه هذه دراسة الله يطول عمرك آسف جدا وانا ابوك اشوف لك كلية ثانية ها يا يبا ولي يرحم والدك ولي يرحم والدك يا طب يا لا يا لا انهب الولد قام يصفق في روحه حسبي الله ونعم الوكيل اصبر وانا ابوك انا كان قراري طال عمرك اني اقدم في كليه الطب لكن للاسف ما توفقنا فيها وبعدين قلنا نشوف حالنا في العسكريه وكلها يا اخوي ذي ولا ذي خدمه وطن صدق كل واحده ازين من الثانيه طيب ولا عسكري وش خليت والله للاسف الكليه عندنا فل طيب طال عمرك ما في امكانيه لو مقعد سياحي للاسف حتى الانتظار مقفل اطلع ذي رحله الرياض القاهره ما طلعت كليه يلا هون ابوك مشينا رثيتني اخوانك يبا اي تحب اكثر انا ولا هذا ولا هذا ولا هذه والله وانا ابوك ودي معي لوح خشب ولا اشطك انت وخيالك وامكم معكم يبا يبا واللي يرحم والدينك يا يبا دبرها دبرها واللي يرحم والدينك 92% وما حد قابلني ولا حد يبي يوظفني اجل لو انا معيد دور ثاني ايش كان سويت يبا شم ترى تعبت قل والله والله قم اجل يلا في المطبخ يلا ان شاء الله يبا هلا هلا تصرف يبا شوف معارفك شوف اصدقائك يبا ايش سويت في الموضوع كلمت احد ولا نسيت لا وانا بوت ما نسيت الجامعة ما يقبلون 85% وكليات الرئاسة صكوا يقولون فل خليت في البيت ننتظر ابن الحلال ونفتك هذا هو الحل اللي عندك يوبا ها زعلت يا يوبا هلا هلا يا يوبا هلا 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 والله لحظة خليني أسلم على أبوي سلم كيف حالك طال عمرك هلا هلا مرحبا كيف حالك؟ الله يسلمك الله يسلمك كيف حالك؟ أمورك؟ تمام؟ الله يسلمك يلا تهيئها له والله ما شاء الله تمر تمر هذه أنا نبتة سيف أهم القصيف؟ دائم القصيف اشتبه الله يسلمك الجو الجو عندكم في ذاك والله ما من أروع ما يكون ما شاء الله شلون المعهد الزراعي إن شاء الله يعجبك لقيت شباب يحبهم قلب قلب حمود والله أقول بشرني عسى
عسى ما تخرجت. أبشرك إذا تخرجت. صار قلبي يوجعني كل ما سمعت تخرجت. والله يا إبا والله ما أقصد يا إبا والله. طيب كده جت معي ما أدري شلون. يا وش فلا تتخرج وشلون تخرجت؟ والله مو قصدي بك. يبا خير ابو شبيك ابو شبيك اخوك بعد تخرج تخرج حصل خير حصل خير عسى ان تكرهوا شيء ما هو خير لكم بعدين حنا يعني مو اول ناس ولدنا يتخرج ولا حنكون اخر ناس شد حيلك يبا شد حيلك ما خبرناك طيب شد حيلك يبا معليش فهد حظك كلها كم يوم ان شاء الله بتتأقلم والله اسفين دبلوم ما نقدر طيب بكالوريوس ولا بكالوريوس طيب والماجستير ولا ماجستير ها ودكتوراه ولا دكتوراه اجل وش تقبلون ما نقبل شيء كله فول ولدك تضف وجهك انت ولدك يلا لا ترفع صوتك لا اخلي ذا يطب في بطنك اطب في بطني يبا اكسر الشر وانا ابوك اكسر الشر صح اي انتبه لعمرك يلا على تعالى هالخشه ودك على جبهك من يسطر يلا حول ولا قوه الا بالله هذا عايشتون خلاص يا ابو محمد ولا يهمك اترك لي رقم تليفونك وانا بتصل عليك سب ابد يعطيك العافيه أبد. ما قصرت الله يجزاك خير الله يشرف في امان يا هلا يا هلا الله يحييك شكرا ابو توفيق هذا الملف ابد الله يعطيك ما يكون فضلك الا طيب تسلم والله حييك بتوظف يبا ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله كبر ذا الولد كبراء يا يبا احطبه يا يبا احطبه صراحة يا يبا أنا فكرت وقررت يعني إن شاء الله أي أن يصير ضابط وشو؟ ضابط حتى وحدة؟ حتى وحدة يبا ضابط ضابط أنا أحس أنه يعني تلزمني يعني أي وأنا أبوك الحين ما لقوا للطيبين يلقوا للمصاخين الضابط يبيله جسم سمبتيك ما مثلك طيب يبا ولا مظلي اللي طب إيه أنا أحس إن يعني أنا إلا تعرف شوي إيه أعرف أجيب أنا بكرق للسطح وطب تعلم منها الحين يلا أروح أطب إيه 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 لا ورك فوق الخزانة بعد شوي مساك الله بالخير يبا مسا بالنور يبا أنا ما حد قبلني لا في جامعة ولا في كلية صح ولا لا صح أنا جتني فكرة يبا إيه وش إنك ترسلني طال عمرك برا أكمل تعليمي وأجيب شهادة الدكتوراه لا هي اي أيوة والله على حساب من على حسابك يبا على حساب من يعني على حسابي انا لا هي ان شاء الله يبا ويصل هلا هلا ايه ايه المهم موعدنا عند الغرفة التجارية العمارة الزينة القزاز الغرفة ايه ايه بعدين يلا يلا عند الغرفة عجل حقيقة احنا شركة خاصة
ونبحث عن الخبرات. فهل سبق أن عيالك اشتغلوا في القطاع الخاص؟ لا والله ما بعد اشتغلوا في القطاع الخاص، بس أنا قاعد أدور لهم وظائف في الدولة، هما وفقنا قلنا نجي عندكم فيكم الخير والبركة. طيب يا أخوي جربونا، يعني حطونا في تجربة ميدانية وبعدين احكموا. للأسف مثل ما قلت لك القرار هذا صادر من مجلس الإدارة. لا ما بقل تطقني، لا طق ها؟ ما لت عليك وعلى هالخشية. أنتوا مجلس الإدارة جايبين عيالنا بنوظفهم يخدمون وينفعون، قرار صادر من مجلس الإدارة. قالت عليك قم وانا ابوك يلا. لا لا انا مرتاح. كم قامت عصب كل ما قعدنا في محل ولقى البراد قاعد. بس قم اسمع كلام. يلا يلا سلي. ايه ذكرتني يا يوبا، ترى خالد متصل ويقول يبي المصروف علشان الجامعه. سمعتني؟ اي سمعتك. رد علي. بعلى غثيتني انت واخوانك. يا امه يا ربي يا امه احطمه وجه. وش فيك؟ وش تبي؟ ابيها تحط العشاء يا يبه. اقول يا حلالات ابصيخ حديد في بطنك وابرمك ابرمك ابرمك تقل شورمه وارميك للكلاب الضاله. حلاعه يا كلاب يا ضاله. اهن ثبر بس ان شاء الله. طلع ما هو بنت ويصر سم طلع. يا يامه احطبه. احطبه هذا من دلالك خربت علينا. الو نعم سم موجود من نقوله طال عمرك. طيب هذا واحد يقول اسمه ابو توفيق. ابو توفيق ايه. سلام عليكم. هلا حي الله ابو توفيق. سم ها صيد ها؟ ما هو صد؟ لقينا وظيفة انتهت. عارف طال عمرك يعني هالحين انا لا شغل ولا مشغله. أي. يعني عطالي بطالي. اي والشباب تعرف طال عمرك كله قوه وحيويه طال عمرك ونشاط. اي خلص. وانا طال عمرك الحقيقه يعني ما غير مقابل هالجدران. اي عارف. اي والوساوس تكثر الوساوس. اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. منك. اي الشيطان منك شوي. فأقول لك يا طول العمر الحقيقة يعني ذا الوساوس حقيقة وسواس من هنا وسواس من هنا وذا القناة الفضائية كل ما قالت الزبدة وانا ابوك شبي قاعدة البيت طال عمركم قابض الجدران. والشباب تعرف يعني الحديث الشريف يقول طال عمرك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وانا طال عمرك الحقيقة الحين يعني مثلك عارف الشباب والحقيقة الوالدة أيضا يعني قلت لها أنا بالموضوع. والحقيقة استأنست. وقاعدة الحين طال عمرك قاعدة تدور يعني تدور بنت الحلال طال عمرك. فأنا قلت الحقيقة خلي الوالد أنا أكلم الوالد. فالآن الحقيقة أنا أقول يعني الله يخلينا منك إن شاء الله ويخليك لنا ذخر. وتعرف حني أنا ما عندي الحقيقة مصاريف المادية مثلك ولا وظيفة. فأودي الحقيقة أنك تعاوني يعني على العرس طال عمرك. ويقول خلاص. إيه نعم طال عمرك. وأنا أبوك ودي إني أشوفك مثل مرياء الغنم. تعرف مرياء الغنم؟ لا طال عمرك ما أعرف. تعال عليك مرياء الغنم وأنا هنا. الله يخليك لنا ان شاء الله يبا. ان شاء الله والله يسلمك. خير انت وش تبي؟ اهمسك يبا اهمسك.
الله يخليك ان شاء الله يبا. الله يسلمك. عندك شيء انت بس ما ادري وشو. تفهمني يبا. والله بصراحه يبا انا عندي شيء بس مستحي اقول. تبي دراهم من ابوك ها؟ وانا ابوك بعت اللي وراي ودوني، بعت اللي عندي الارض وبعتها، وبيت الطين وبعته، وكل شيء املكه بعته علشان اكد عليكم. بس ما يخالف، زوجك اللي قايلت لك. ايوه تبي 500 ريال تقول تبي تشتري ثياب لانها تبي ترخيص بالخلاقين، تقول ترخيص بالخلاقين. طيب يا روح غسل وكمل شغلك وسير خير. يلا الله يسلمك، شكرا يا والله. هلا الله يخليك يابا. تسلم لي والله يخليك. ترى ان شاء الله يبقى عشان اليوم مكرونه بالدجاج ان شاء الله، وجايبك لبن يبقى عشان تصير مستانس. خذ ووقع ان شاء الله. شكرا يبقى. شكرا يبقى. نيكست. سيك بالخير طال عمرك. هلا. حقيقه احب انبهك يعني على موضوع كذا صار بخاطري شوي، يعني انك يعني احيانا تتاخر بالراتب يعني 5 ايام، وبعض الاحيان الفكره اسبوع، وهذه شغله حقيقه ما احبها فيك، و لا تخليني اضطر اني ادور على ابو غيرك. ارجوك لا ترجعني. اخلص في غيره؟ لا انا بقولك يا بصدق، يعني صارت انه انت نستمر على الموضوع هذا بنفس الراتب بنفس الكذا، ما في يعني علاوه، ما في شغله، وانا صار لي الان رجل اب عندي 6 اطفال وصار لي اكثر من 5 سنوات. اسف اقول لك نظر لا ترجعني. مخصوم 50 سم ووقع. ان شاء الله طويل. يلا ما نقول طال عمرك الا ارزاق. نيكست. مساك الله بالخير يا يبا. هلا. الله يمسك بالخير. وقع وقع وقع. كمل الراتب. ايه. والله يا يبا محتاج الراس مال، يعني فكر في مشروع يعني زين ان شاء الله، يعني فكر في ابيع ارانب يبا. تبيع ايش؟ ارانب. خذ مخصوم عليك 200 ريال. يوم اني اقول لك همزني في 21 شعبان يوم 3 في الليل، جيت تهمزني؟ هي يبا بس يعني ذاك اليوم راح، انا طفران طفران يبا مره. نيكست. يبا يبا واللي يرحم والديك يا يبا. انا راجع من امريكا ومعايا الدكتوراه ولي شهر ما حصلت وظيفه. تبي وظيفه؟ ايه. سبق واشتغلت في القطاع الخاص؟ لا. عندك خبره؟ لا. ايه. خل ملفك عندنا ونتصل عليك عقب شهر ان شاء الله. حط ملفك وتعال اشتغل معنا، وانا ابوك في قسم المساج. يلا مسج علما. تحت تحت انت من اسمك.